اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من ناديكم نادي الاطفال، نادي اطفال اوغاريت. ومثل ما عودناكم مشاهدينا رح يكون عندنا مواهب متنوعه ومتعدده بحلقتنا لهاليوم. وحلقتنا لهاليوم حلقه مختلطه، رح نكون مع الفن، رح نكون مع الثقافه، رح نكون مع الرسم، رح نكون مع الغناء. وحلقتنا لهاليوم مختلطه فنيا وثقافيا، رح نكون مع الغناء، رح نكون مع الامانه السوريه للتنمية والجمعية العمومية للأطفال. لقد أقامت على مدى 3 أيام مسابقة ماراثون، وكان في عدد من الأطفال مشاركين بهذه المسابقة ونالوا جوائز لمشاركتهم ولأدائهم المتميز بقراءة القصص. وكان هدف هذه الجمعية العمومية للأطفال وهي تشجيع على قراءة القصص القصيرة. كمان رح نكون مع مدرسة فهد صبيح اللي عملت مسابقة بشأن تكريم الجيش العربي السوري، لنقول للجيش العربي السوري انه لولاكم نحن ما موجودين، لنعبر عن جزء ولو بسيط لجيشنا العربي السوري. كمان رح نكون مع طفل كان مشارك بهيدي المسابقه ونال الجائزه الاولى بهيدي المسابقه. هلا مشاهدينا رح نفتتح حلقتنا لها اليوم بمعزوفه من عند طفلنا الامور اللي رح اعرفكم عليه بعد ما يعزف لنا معزوفه. هلا لاحظت انه هيك حموده جايب عود على حجمه، كل واحد بيجيب عود على حجمه، شو رايك؟ حبيت العود؟ هلا رح ارجع لعندك محمد يعطيك العافيه، ورح بلش من عند دلع. كيفك يا دلوعة؟ منيح. شو اخبارك؟ تمام. مين اختار لك ثيابك الحلوين دلع؟ ماما؟ حلوين، يعني انت نقيتي وقالت ماما يلا بدي هدول، بدي اجيب لك هدول. ولا انت الالوان اخترتيها، شو رايك؟ ماما. انت دلع هوايتك الغناء ما؟ بس انا عندي 3 هوايات. هلا رح نحكي بالتدريج عن هواياتك، شو رايك؟ بس انا بعرف انت جاي على نادي الاطفال لتعبري عن هدول الهوايات، ورح نبلش مع اول هوايه شو؟ الغناء. تمام؟ انت هوايتك الغناء، قد ايه عمرك هلا دلع؟ عمري 7. 7 سنين العمر كله، قد ايه صار لك بتغني؟ من وقت اللي كنت صغيره؟ لا. لك؟ زيك بحفظ اغاني، بسمع اغاني، انا ما بغني بس. ما حدا بيساعدك بحفظ الاغاني؟ لا بس انا بحفظ اغاني بسمعهم وبحاول اغني. يلا سمعينا شو حافظتي لنا دلع؟ هي غنية عن سوريا واسمها سوريا موجوعة. يلا سمعينا. سوريا موجوعة واهلها كلهم موجوعين، ناس انقتلت ما لا ذنبه، ناس مهجرين. سوريا موجوعة وأهلها كلهم موجوعين، ناس انقتلت ما لا ذنب وناس مهجرين. بدنا الدنيا توقف معنا تحمينا وتحارب معنا، بدنا الدنيا توقف معنا تحمينا وتحارب معنا من الإرهابيين. سوريا موجوعة، سوريا موجوعة،
وين الإنسانية وينك يا حقول إنسان؟ دمر بيوت وحارات وحرمونا الأمان. وين الإنسانية وينك يا حقول إنسان؟ دمر بيوت وحارات وحرمونا الأمان. وبراية الله أكبر بلدي حلوة عم تتدمر، وبراية الله أكبر بلدي حلوة عم تتدمر. قالوا سوريين، سوريا موجوعة، سوريا موجوعة، مين بيصدق إنه الطيب رح يحمل نعجات؟ مين بيصدق أهل الجهل عيد الحضارات؟ مين بيصدق إنه الديب رح يحمل نعجة؟ مين بيصدق أهل الجهل عيد الحضارات؟ موعدنا مع سيحي بيبكوا قتلونا وسبقونا يشكت، موعدنا مع سيحي بيبكوا قتلونا وسبقونا يشكوا. تاجروا بالدين، سوريا موجوعة، سوريا موجوعة. برافو دلع، برافو دلع. مين حفظك هيدي الاغنيه؟ كانه الاطفال بيغنوه وانت حبيت تغني. شو بيغنوا الاطفال؟ الاطفال بيغنوا ولا هيدي الاغنيه ما بيعبروا عن شيء داخلهم، شو جواتهم عم بيطلعوا بهيك اغاني؟ مين حفظك هيدي الاغنيه دلع؟ بقى كان في بنت عم بتغنيها، اجت ماما انه كان في على الموبايل في بنت عم بتغنيها موبايل انسة عنا بالمدرسة، اجت ماما بعثت الغنية لعندها وصرت احفظها بالبيت. انت بتحبي هيك الغناء دلع؟ ما تحبي الغناء ولا دراسة اكتر؟ دراسة. دراسة. موفقة يا دلع. هلا رح ارجع لك باغنية تانية دلع، هلا رح نكون مع هيك العازف الزغنون حمود اللي اخذ وضعيه العزف دائما وما ترك العود ابدا. يعطيك العافيه على المعزوف اللي عزفت لنا اياه بدايه برنامجنا محمد. كيفك؟ ليه؟ شو اخبارك؟ نورتنا والله. وقرفات وهيك تكون هيك شال حجاكيت، كان هيك ببين جنتل صغير هيك سوبرمان، شو رايك؟ يعطيك العافية محمد. نحكي شوي عن هوايتك محمد، قد ايه عمرك هلا؟ 8. 8 سنين، وقد ايه صار لك بتعزف على العود؟ 4 شهور. 4 شهور وعم بيطلع معك هذا العزف المبدع يا محمد؟ لكان تكون هلا صار لك 6 شهور او سنة، شو كان صار فينا؟ كنت هيك ولعت الجمهور وقالوا بدنا محمد على الساحة الفنية يعزف لنا ويشارك بالمعزوفات، شو رأيك؟ طيب محمد قلت لي صار لك 4 شهور، ليش هلا مثلا اخترت هيدا الفترة المحددة انك تعزف؟ هلا انا عايش بعائلة فنية والبابا بيعزف على الآلة وانا حبيتها منه. البابا بيعزف على هيدي الآلة، هلا بما انه انت عايش بعائلة فنية تمام؟ والبابا وحبيتها انت لهيدي لانه فينا نقول يعني الهيرو بالبيت، يعني البطل بالبيت هو ابوك وانت اقتبست هذا الشيء من عنده. وصل لك 4 شهور بس بتتعلم على هيدي الآلة، و8 سنين عمرك، ليش ما بلشت وانت شاب صغير؟ ولا هيك مسا كان في عندك هيك هيدي الهواية وهذا الحب لهيدي الآلة؟ ما مو طيب بما انه هلا سمعناك تمام ببداية البرنامج، هلا رح نرجع لعندك وانتقل لعند علي. علي انت الأمانة السورية للتنمية والجمعية تحت سقف الأمانة السورية للتنمية أقامت ماراثون لمدة 3 أيام للتشجيع على قراءة القصص القصيرة، وأنت كنت مشارك بهيدي الفعالية. ماشي؟ طيب أنت كيف حسيت حالك إنه إيه أنا بدي شارك بهيدي، عندي قدرات أنا بدي طلعها على عند الجمهور من خلال هيدي المسابقة، مسابقة الماراثون؟ أنا عندي هواياتك 3 هوايات. أولا القراءة. فحبيت شارك من خلال جمعية الأطفال، الجمعية العمومية للأطفال بهيدي المشاركة أفتحت لك المجال إنك تدخل بهيدي المشاركة بالماراثون تمام؟ ايه يعني من خلال مدرستك انت وتحت سقف الجمعيه انت دخلت بهيدي المسابقه. وشو كان هدف المسابقه؟ احكي لنا عن اجواء المسابقه، شو كان هدفها؟ شو بتتميز عن هي المسابقه على... من شان انه تعليم الاطفال.
تعليم الأطفال قراءة القصص القصيرة. هو بالنهاية يعني تعليم الأطفال قراءة القصص القصيرة هدف القراءة، سواء كان قصص قصيرة أو قصص كبيرة، تمام؟ يعني هو الهدف من هذه الجمعية كان واللي صارت على مدة 3 أيام، هدفها أنه تشجيع الأطفال على القراءة. ما؟ كم أنت قرأت بهذه ال... قريت 43 قصة. ما شاء الله ما شاء الله. أها، من خلال هذه المسابقة؟ ما شاء الله. إيه، احكي لي شوي عن أجواء، قد إيه كان المشاركين المنافسين؟ أنت قلت لي احتليت المرتبة الثالثة. المرتبة الأول قد إيه كان ريان؟ 116 قصة. ما شاء الله ما شاء الله. أها حلو. والثاني؟ الثانية 76. ما شاء الله. يعني قد إيه نحن بنفتخر بأطفالنا الحلوين إنه عندنا القدرة على إذا حطوا شيء ببالهم إنه يتابعوه، إنه شو إنه طفل عمره 8 سنين 9 سنين يقرأ 106 قصص والثاني يقرأ مثلا 90 قصة، ومثل علي يقرأ قد إيه علي؟ 43 قصة. يعني قد إيه نحن بنفتخر بأطفالنا الحلوين إنه عندنا قدرة القراءة، واللي هلا كثير عالم عم بيغيبوها عن أطفالنا بحضور النت وشبكات التواصل. يعني بدل واحد ما يروح يقرأ قصة بيقولوا له لا تعال أنا بقري لك عن النت، أنا بشيل لك قصة عن النت وأنا بقري لك إياها. قد إيه حلو مثلا هيدي، أكيد بنوجه لها تحية للجمعية العمومية للأطفال اللي أقامت الماراثون لتشجيع أطفالنا الحلوين على القراءة، بالإضافة للأمانة السورية للتنمية، أكيد بنوجه لها كل الشكر اللي عم بيعتنوا بأطفالنا الحلوين، صحيح؟ اللي أنجوا مثلك أنت علي ومثل غيرك من الأطفال اللي نالوا جوائز أو المراتب الأولى والثانية، صح؟ طيب شو حافظ لي قصص علي؟ قصة الصيادان الصغيران. يلا. كان القصة بتحكي عن صيادين. نعم. واحد اسمه غيران والثاني صفوان. فغيران بيغار كتير من صفوان، لأنه صفوان عنده شغلات ما عنده إياها مثل قارب. غيران ما عنده قارب، قاربه مهشم ومهتري. وكمان هداك عنده عيلة بس هداك فقير. فإنه شي مرة هدا إنه زارون لا غربطت، هن اخوات اخوات عندهم نفس العيلة. فمرة أبوهم عطاها لغيران قصة. يعني اسمه غيران لأنه بيغار؟ اها. وصفوان ليش هو اسمه صفوان؟ صفوان انه صافي بلا غيره وبلا اها. يلا ايه ايه. فانه غار منه صفوان لانه هو عنده قصه فيها الاسماك وفيها كل شيء عن البحر. فصفوان صار يغار كثير ويضل يزعجه ويلكشه. راح غيران قال له لابوه، قال له لابوه انه بابا هذا بيضل بينكشني وبيعلق معي. فقال له صفوان ليش السبب؟ قال له انا بغار منه، هو عنده قصه احسن مني. فعرف غيران انه الغيره ما راح تفيده بشيء وكل العالم بتغار. يعني قال لها انت علي عم تاخذ العبره من كل قصه اللي عم تقراها مثلا. يعني كل قصه عم تقراها بتحس انه الى مثلا هدف معين، الى غايه معينه. مثلا قصه غيران وصفوان انه الغيره ما الى مثلا جدوى، مثلا الواحد يتعامل معه بطيبه، يتعامل بانسانيه، يتعامل انه انا ايه اوكي مثلا حدي انا لهون ما اتخطى حساب غيري. هذا يعني كان كل، يعني انت بتاخذ هدف او غايه من كل قصه. تمام، يعطيك العافية علي. كمان هلا رح نرجع بقصة تانية، هلا رح ننتقل مثل ما قلنا بداية حلقتنا لهاليوم انه مدرسة فارس صبيح عملت مسابقة لتكريم ابطالنا ابطال الجيش العربي السوري، لتقول لهم انه انتوا بعيوننا، انتوا بقلوبنا، انتوا لولاكم ما قلنا شيء، ما كان اي حدا على رأس عمله. يعني لكم منا الف سلام. كانت مدرسة فارس بيح عبرت على لابطالنا ابطال الجيش العربي السوري من خلال تكريمهم، من خلال تكريمهم بمسابقة أقامتها هذه المدرسة، وكان من المشاركين واللي حبوا يعبروا لأطفالنا الحلوين، لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري من خلال شيء بدي أقدمه
مثلا إذا كان لوحة، كان غناء، كان شيء معبر لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري. وكان من الفائزين بهيدي المسابقة عمار كنعان اللي رسم لوحة بيعبر فيها عن بطولة الجيش العربي السوري. بنشوف هيدي اللوحة اللي نالت الجائزة، وهو إجا لنادينا ليعبر عن هيدي اللوحة. شوف اللوحة اللي نالت الجائزة الكوب، عفوا جائزة بمدرسة فادي صبيح، وكانت تهنئة للجيش العربي السوري اللي قدم عمار كنعان. تمام، بدنا نشكر وجودك معنا عمار، وان شاء الله هيك بنلتقيك بحلقات هيك تكون عندك رسومات كتير كبيرة وبتعبر فيها، ونعبر مع بعض طبعا لمشاهدي شاشتنا المحلية وقريت ونادينا نادي الأطفال. نادي الأطفال، نادي أطفال أوغاريت يدعوكم للمشاركة في البرنامج للأطفال ذوي المواهب الفنية والأدبية والرياضية والعلمية المميزة. من يود المشاركة الاتصال على الأرقام 405-295-429-200. نادي الأطفال ناديكم، شاركونا. وهلا رح نكون كمان مع طفلة انضمت لنا وموهبتها للفصاحة والخطابة، روز. كيفك يا روز؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام. أنت كمان مشاركة بالماراثون ولا لا؟ في مسابقات تانية شاركتي فيها؟ لا، مسابقات تانية. مسابقات تانية. طيب نحكي شوي عن هيدي الفصاحة والخطابة. واحد لازم يكون قوي كثير باللغة العربية، شو رأيك؟ أنت بتحسي عندك القدرة دائما إنك تعطي الشيء الصحيح من خلال هيدي الموهبة فينا نعتبرها، أو المقدرة فينا نعتبرها عندك؟ من أيمتى إجا اهتمامك بهيدي بالفصاحة والخطابة؟ من شي سنة. من شي سنة؟ يعني هلأ أنت هلأ مثلاً واحد هلأ من شي سنة ما فينك تقولي إنه إيه أوكي، أنت عندك كان خلفية سابقة ونميتي لهيدي الشغلة باهتمامك لحالك فينا نقول ما؟ طيب المشاركات اللي شاركتي يا روز، نحكي شوي. المشاركات اللي شاركتها بمهرجان باسم الطفل. اها حلو، مهرجان باسم الطفل يعني كان له صدى عندنا هون بمدينه اللاذقيه، صح؟ بنحكي شوي، كيف كانت المشاركات؟ كيف كانت المنافسه؟ شو الهوايات الثانيه اللي كان بهيدي المهرجان؟ انا بعرف كان في موسيقى، في مسرح، في كذا شغله. كان في مسرح وموسيقى وهيك، وفي كان فصاحه وخطابه. حلو. وانا شاركت فيها. وقتك شو كان مرتبتك انت روز؟ المرة الأولى ومرة الثانية. حلو، طيب شو هلا المرة الأولى كنت أول ما؟ المرة الثانية كنت الثانية، طيب واحد مثلا كان بالمرتبة الأولى، شو الأسباب اللي رجعته للمرتبة الثانية؟ شو هيك انت جلستي حالك وقلتي لشو أنا اخترت المرتبة الثانية؟ شو كان الأخطاء اللي عملتيها أنت؟ مو أخطاء، أنا علمته لأخوي كيف هي فصبتني. يعني اخوك اللي اخذ المرتبة الأولى عنك. لا، بما انه أهلية محلية ما في مشكلة، أنتوا أخوكي أول. طيب شو حابة تسمعينا أنت روز؟ قصيدة للشاعر الكبير محمود درويش. حلو. بعنوان أنا لست لي. يلا. هذا هو اسمك، هذا هو اسمك، قالت امرأة وغابت في الممر اللولبي، أرى السماء هناك في متناول الأيدي، ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب طفولة أخرى، ولم أحلم بأني كنت أحلم، كل شيء واقعي، كنت أعلم أنني ألقي بنفسي جانبا وأطير، سوف أكون ما سأصير في الفلك الأخير، وكل شيء أبيض، البحر المعلق فوق سقف غمامة بيضاء، ولا شيء أبيض في سماء المطلق البيضاء، كنت ولم أكن، فأنا وحيد في نواحي هذه الأبدية البيضاء، جئت قبيل ميعادي فلم يظهر ملاك واحد ليقول لي ماذا فعلت هناك في الدنيا، ولم أسمع هتاف الطيبين ولا أنين الخائفين، أنا وحيد في البياض، أنا وحيد
لا شيء يوجعني على باب القيامة، لا الزمان ولا العواطف، لا أحس بخفة الأشياء أو ثقل الهواجس. لم أجد أحدا ليسأله أين أيني الآن، أين مدينة الموتى وأين أنا. فلا عدم هنا، فلا عدم هنا، في اللا هنا، في اللا زماني، ولا وجود. كأني قد مت قبل الآن، أعرف هذه الرؤية وأعرف أنني أمضي إلى ما لست أعرف. ربما ما زلت حيا في مكان ما وأعرف ما أريد. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض اليباب ولا كتاب، كأنها مطرا على جبل تصدع من تفتح عشبة. لا القوة انتصرت ولا العدل الشريد. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما شاعرا، وأسل من عدم وجودي. كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة وانبعثت من الرماد. أنا حوار الحالمين، عزفت عن نفسي وعن جسدي لأكمل رحلتي الأولى إلى المعنى. فأحرقني وغاب، أنا الغياب، أنا السماوي الطريد. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما كرمة، فليعتصرني الصيف منذ الآن، وليشرب نبيذ العابرون على ثريات المكان السكري. أنا الرسالة والرسول، أنا العناوين الصغيرة والبريد. سأصير يوما ما أريد، ومثل ما صار المسيح على بحيرة، سرت في رؤياي لكني نزلت عن صليبي لأني أخشى العلو ولا أبشر بالقيامة. لم أغير غير إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحا للملحميين النسور، ولي أنا طوق الحمامة، نجمة مهجورة فوق السطوح وشارع يقضي إلى الميناء. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل حيوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس وآية الكرسي والمفتاح لي، والباب والحراس والأجراس لي، لحدوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي، وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي. ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتاه، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفي المريض المشتهى، واو الوداع الوردة الوسطى، ولاء للولادة أينما وجدت، ووعد الوالدين، دال الدليل الدرب دمعة دارة درست، ودوري يدللني ويدميني. وهذا الاسم لي ولأصدقائي أينما وجدوا، ولي جسدي المؤقت حاضرا أم غائبا، متران من هذا التراب سيكفيان الآن، لي متر وخمس وسبعين سنتيمتر، والباقي لزهر فوضوي اللون يشربني على مهل. ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي، غدي البعيد وعودة الروح الشريد. كأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن، جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي، والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله، يلقي عليهم نظرة ويمر. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي، وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب، أنا لست لي، أنا لست لي، أنا لست لي. برافو برافو روز، طفولة، برافو روز. هيدي اللي شاركتي فيها بمهرجان بسمة الطفل؟ لا. يعطيك العافية يا روز، هيك بتوقع لك تكوني شاعرة. إن شاء الله بشوفك أحلى شاعرة. هلا رح ننتقل لعند دلوع ولعند حمادة. حمادة شو حابب تسمعنا حمادة؟ ليلتي. يلا نسمع حمادة. ليلتي
برافو 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 حماده، برافو حماده. شو حابب تصير بالمستقبل؟ ضابط مهندس. ان شاء الله بشوفك احلى ضابط مهندس يا حماده، هيك وعازف كمان. دلوع شو حابب تسمعينا كمان؟ غنية انجليزية. اي يلا غنية انجليزية. I love you, you love me, we are happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? I love you, you love me, we are happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? I love you, you love me, we're best friends like a friend should be, with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? برافو دلع. كمان نحن بدورنا بنقول لك we love you، كمان نحن بنحبك. هلا رح ننتقل لعند، يعني بالاخير رح نختم عند علي. علي هلا بنحكي شوي انه انت قلت لي عندك هوايه قراءه القصص القصيره، وحابب انت حابب من عندك تنجز شيء بهذا المجال، رح تستمر بهيدي مثلا اي فعاليه بتصير، اي مثلا مسابقه بتصير، رح تكون الاول المشاركين بهذه المسابقات بهدل؟ يعني عندك انت حب القدره او حب القراءه دائمه انت؟ هلا مثلا انت عم تبلش بقراءه القصص القصيره، رح تنتقل من هيدا المجال لقراءه القصص الكبيره، روايات، يعني توصل لمحل الروايات. هلا اللي بيحب انه يقرا قصص علي بيحب عنده يكون هوايه الكتابه، انت عندك هوايه الكتابه؟ تحب تكتب قصص هيك من خيالك مثلا؟ مثلا مثل غيران وصفوان اللي قلت لي قصه اللي قريتي لي اياها، انه بتحب مثلا تكتب قصه ثانيه مشابهه لها بس من خيالك انت؟ كتبت قصه من خيالي. يلا سمعنا علي. قصه تولين في الطائره، انه كان هناك فتاه اسمها تولين تحب أن تفعل أشياء جديدة، فذهبت مع أمها إلى الطائرة لتسافر إلى إيطاليا لرؤية عمها، فذهبت هي وأمها إلى الطائرة، كانت متحمسة جدا حتى تركب الطائرة، وعندما وصلوا خرجت من الطائرة فرحة بزيارة عمها. حلو. هلا بدي اسالك، انت بتشكل منك لحالك علي ولا في حدا بيشكل لك بالاعراب؟ هلا مثلا قلت لي ذهبت من الطائره، يعني عرفت انك تشكل انت ايه مجروره. انت بتعرف هيدي القواعد ولا في حدا بيشكل لك؟ لا انا بعرف القواعد، بل ما حدا يشكل. حلو، هي بتيجي بالفطره، يمكن فترة انه واحد انه ايه انا بحب اللغة العربية وبعرف انه حتى لو انا ما بعرف هيدي القاعدة هيك، بس من خلال الصياغة من خلال اللفظ انا بعرف انه هيدي لازم تكون هيك. ما بدي اتشكر وجودكم اطفالنا الحلوين دلع، محمد، علي، روز، وان شاء الله بشوفك يا روز. شو حابب تصيري؟ دكتورة. ان شاء الله بشوفك احلى دكتورة، وكمان موهبة الشعر والخطابة ما تتركيها، لانه صوتك وادائك كتير بيلبق لك هذا النوع من الشعر والخطابة. ان شاء الله بشوفك احلى دكتورة، ونورتوا نادينا نادي الاطفال. وهيك مشاهدينا تكون حلقتنا لهاليوم خلصت، على امل اني التقيكم بباقة جديدة وزهور جديدة. من هلا لوقتها تبقوا بألف خير.